بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي إلى قناة صمام برودلي لتعليم الويلكوم للمبتدئين. أنسو في سوان أرلاشين يوتيوب وصحفة اللوزيسيال ويلكوم. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour apprendre ou pour l'apprentissage du logiciel Wilcom Broderie, Wilcom Studio Embroiderie. Donc, vous pouvez consulter ma chaîne YouTube où j'ai mis beaucoup de cours sur le logiciel Wilcom et quelques cours sur le logiciel Onboard. C'est un autre logiciel pour la conception des motifs de broderie et aussi pour les modifications. Quelques cours aussi sur la machine de broderie et on va mettre encore d'autres cours avec le temps, Inch'Allah. إذن اليوم في هذا الدرس سوف أقدم لكم معلومات عامة عن خيط الران أو كما يقال الخيط الأحادي والخيط الثلاثي في الباساج اي الباساج تريبل وعلى برنامج الويلكوم كات 4.2. إذن هذا الخيط يستعمل عادة للإحاطة وكذلك طرز الفتلة ويستعمل كذلك في الطرز العادي ونستعمله كثيرا في نزع قصات القصات في الرشمة إذا كانت هناك عدة مقصات بطبيعة الحال. إذن هناك ما يستعمل الكثير ما نستعمل الخيط الأحادي نستعمله كثيرا، وهذا الخيط الأحادي سمي لأن الغرزة أو نقرة الإبرة تنقر مرة واحدة وتكمل عملية الطرز. مثلا أعطي لكم مثال، أرسم خيط أحادي بهذه الطريقة. إذن هذا خيط أحادي كما تلاحظون هنا بينت النقرات، هذه النقط البيضاء، هذه النقط البيضاء هي نقرات الإبرة. لاحظوا معي كيف تقوم الإبرة بالعمل على هذه النقرات. إذا عندما أضغط هنا على واحد، إذا لاحظوا هنا الإبرة انتقلت منه، نقرت هنا ووضعت نقرة هنا وهي تكمل الطريق كما تلاحظون، وبهذا سمي بالخيط الأحادي. حتى له بداية وله نهاية، إذن انتهى هنا وتوقف هنا في نهايته. وكما نستطيع أن نباعد بين هذه النقرات بتغيير القيمة. هنا لي فالور دو بوان نضع مثلا رقم 5 وكما تلاحظون هذه النقاط تباعدت أكثر. أضع 8، لاحظوا تباعدت أكثر. وهذه في هذه الحالة عندما نقوم بعملية إحاطة الرشمة نضع الإحاطة بهذه النقط المتباعدة لكي يسهل نزع الخيط فيما بعد.
إذن هذا الخط الأحادي نستطيع كذلك أن نغير فيه كما نريد. مثلا إذا وضعت هنا رفصوني وأضع نقطة هنا، كما شرحت لكم سابقا هناك نقطة دائرة، نقطة على شكل مربع، نقطة مربعة ونقطة دائرية، وهذه لتغيير شكل الخط. مثلا هنا يأتي على شكل زاوية قائمة أو خطين بهذا الشكل، وعندما نضغط على إسباس كما شرحت في السابق، أضع الكلافي حتى لوحة المفاتيح حتى تفهموا أكثر. إذن هنا نقوم بتحديد هذه النقطة، ثم نضغط على إسباس يرجع على شكل منحني كما تلاحظون، وتغيرونه كيف تشاءون. ونستطيع أن نضع نقاط أخرى بهذه الطريقة، هو سهل التغيير كما تلاحظون. نستطيع أن نذهب إلى خط الرسم، خط الرسم هذا الفيكتور أو خط الرسم مثلا على شكل مستطيل. دائما نختار هنا كونتور فيكتوريال أو خط الفيكتور أو إحاطة الفيكتور، عندما نقوم بالرسم بهذا الشكل. هذا خط رسم ليس طرز، وسوف نحوله إلى خط أحادي بالضغط بهذا الشكل هنا على الخط الأحادي، ثم نضغط عليه. يجب أن نقوم بتحديده أولا، ثم نضغط هنا. عندما نضغط عليه سوف يتحول من خط عادي، خط رسم عادي، إلى خيط أحادي كما تلاحظون. باساج هنا، باساج، وتغيرون اللون كما تريدون، وكذلك مثلا هنا تقومون بعملية إنشاء أي شكل تريدونه. مثلا تضغطون أضعه في الوسط، سوف أحاول أن أضعه في الوسط لكي يسهل لي. إذا أنا أضع هنا في النقطة 0 و 0، بوزيسيون 0 x 0 y 0، يوضع في الوسط لكي أوضح لكم العملية. مثلا أضع نقطة هنا ونقطة هنا، أقوم بوضع نقطة هنا. مثلا أستطيع أن أقوم بتحديد هذه النقطة وأقوم بحذفها. أين هي سوبريم؟ هنا. تضغطون على سوبريم تذهب هذه النقطة، حذف أو سوبريم أو ديليت بالإنجليزية.
تتحصل مثلا على هذا المخروط الشكل بأضلاع متوازية ومتساوية. كذلك تضعون هذا الشكل مثلا بهذا خط الباصاج، خيط الباصاج او خيط الوحادي، تستطيعون ان تعملون الكثير من الاشكال والاشياء. يجب فقط فهم المبدأ وتستطيعون ان تعملون الكثير من الاشكال. هنا في الويلكم كات نستطيع ان نحول او نملأ هذا الفراغ او نرجع هذه الحواف. هذه الحواف تستطيعون ان تحولونها الى مثلا بوينت دو تيج او نقطة الساق او نقطة بوينت اريير او نقطة الوراء بالضغط على هذه الاداة فقط، تحولونه كما تريدون كما تلاحظون على حسب تصميمكم. او هنا كذلك زيكزاك، او تستطيعون ملء الشكل كاملا بهذه الطريقة. إذا هذه نظرة عامة على الخيط الأحادي. الخيط الثلاثي، هذا هو الخيط الثلاثي باساج تريبل. عندما سوف نقوم برسم خيط ثلاثي، إذا هذا خيط ثلاثي. إذا النقرات مثل الخيط الأحادي وهي كذلك، تستطيعون ان تغيرون المسافة بين النقرات او بين الغرزات، وكذلك تستطيعون ان تغيروا فيه مثل الخيط الاخر الخيط الاحادي. اذا سوف اشرح لكم لماذا سمي بالخيط الثلاثي. لاحظوا معي، تتبعوا معي. اذا هنا نقرة نقرة هنا واخرى هنا واخرى هنا واخرى هنا، بيضاء نقط بيضاء. لاحظوا معي عندما نقوم بالمرور او بالطرز، لاحظوا اذا هنا مرة واحدة، مرة اثنان، رجع الى الوراء. سوف أعيد لكم الشرح أحسن. إذا هنا واحد اثنان ثلاثة، ذهب في هذا الاتجاه وعاد ثم ذهب مرة أخرى، ثم ينتقل إلى النقطة الموالية. واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، ولذا سمي بالطرز الأحادي. فأرجع إلى الوراء كما تلاحظون، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، واحد اثنان ثلاثة، حتى يقوم بعملية الطرز كاملا على هذا الخط كما تلاحظون. واحد اثنان ثلاثة، يذهب ويرجع. وهذا يستعمل عندما نريد أن نضع رسم ونكثف فيه لكي يظهر جيدا، لأن الخط الأحادي لا يظهر جيدا، يظهر عادي. وإذا رسمنا أي شكل ونريد أن يظهر جيدا، نستعمل هذا الخط
سوف يقوم بالمهمة. إذن كذلك تستطيع التغيير فيه مثل الخط، خط الأحادي نفس الشيء، نفس الطريقة ونفس المبنى، وهنا كذلك عنده بداية ونهاية. عندما نغير البداية إلى هنا، النهاية مباشرة أو تلقائيا أو أوتوماتيكمو تذهب إلى الطرف الآخر، لا تستطيع أن تضعها هنا أو في الوسط أو تغيرها كما تريد. إذن في الحافتين أظن كذلك نستطيع أن نرسم أي شكل، مثلا بهذه الطريقة. كذلك نفس الشيء نستطيع أن نغير هذا الخط إلى الخط الأحادي بها بنفس الشكل، بشيء بنفس الطريقة. نضغط، نقوم بتحديد هذا الخط، ثم نضغط على الخط الأحادي الثلاثي، وهنا كما تلاحظون تحول من خط عادي، خط رسم، إلى خيط طرز. وكذلك نفس الطريقة تستطيعون التغيير فيه وإنشاء نقط أخرى على الرسم. تستطيعون الحذف كذلك بنفس الطريقة لكي تنشئون ماذا تريدون وتغيرون كما تريدون بهذه الطريقة. كذلك تستطيعون أن تحولونها من خيط الثلاثي إلى بوان أريير أو بوان دو تيج. بهذا الشكل. إذن لليوم انتهى الدرس. الدرس بسيط ومبسط وعام عن هذا الخيط. عندما نفهم مبدأ الشيء نستطيع أن نطور أفكارنا ونقوم بإنشاء عدة أشياء. إذن شكرا لكم على المتابعة، وإلى درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.